بتجربة طويلة ودور ريادي، الجزائر تواصل تطهير أراضيها من مخلفات ما يقارب 11 مليون لغم وبقايا المتفجرات من مخلفات الاستعمار الفرنسي. إن الجزائر التي عاشت آثار هذه المأساة وتبعاتها وسخرت إمكانيات معتبرة من أجل تطهير أراضيها من مختلف الألغام، فقد سجلت الدراسات والأبحاث ما يقارب 11 مليون لغم على امتداد طول خطي شال وموريس خطي الموت في المناطق الحدودية شرقا وغربا. آثار جسدية وخيمة خلفها إجرام الاستعمار الفرنسي وسط الأفراد، قصص مأساوية لأزيد من 7000 شخص لا تزال أثارها باقية على نفسية المتضررين. أب الضحية، ضحية بالهدير الله يرحمه، عمره 11 سنة، كان يلعب بلغم نتاع فرنسا مع طفل أخي عمره 9 سنوات في منطقة الحدود بير العتر، يلعبوا به مساكن تيجيبوه، كان يجيبوه للدار ومن بعد ما عرفوش ونقلوه لحذا البوط ويلعبوا به، كي يلعبوا به طرطق عليهم الطفل مات ربي يرحمه، وخويا مازال يعاني مسكين من كوب معطوب حرب. وبعد أزيد من 62 سنة من الاستقلال، الجزائر تواصل مساعيها للتخلص من أثار هذه المأساة بتقديم المساعدة الاجتماعية والصحية لضحايا الألغام المضادة للأفراد.